أنغام فرقة الكشافة، افتتحت أخوية أم المعونة الدائمة في كنيسة مار يوسف بقرية جوار العفص في ريف حمص الغربي معرض الفصح والأشغال اليدوية في صالة الكنيسة بمشاركة عدد من السيدات والشابات من قرى وبلدات وادي النضارة. بهذا الإيمان وبهذه الثقة رجعنا قلنا لا، نحن بدنا نعمل معرض ورغم كل هاي الظروف، والحمد لله مثل ما نكون شايفين عندنا مشاركات حوالي 40 طاولة من مختلف ضياع الوادي، أشغال يدوية، إكسسوارات، كلها كنا نحن عم ندور بالفترة الماضية أصحاب المهن البسيطة اللي هن بيشتغلوا بإيدهم لحتى يكونوا موجودين معنا بالمعرض. وكله شغل الستات، يعني منه دعم لإلهم، هن تعتبرناه مثل سوق صغير بيشاركوا فيه الستات بأشغالهم، بيظهروها، ببين، بنعرفه، بيفيدوا حالهم، بيفيدوا عيالهم، عرفتي؟ واللي بده أي شيء، شمعة شعنيني بيلاقي، بده زيني لعيد الفصح بيلاقي. تضمن المعرض أشغالا يدوية من الكروشيه وصناعة الصابون والإكسسوارات والألبسة ومنتجات عيد الفصح من المأكولات والحلويات والشمع والزينة، والذي لاقى إقبالا من الأهالي الذين عبروا عن إعجابهم بتنوع المنتجات التي تلبي جميع الأذواق. هاي أول سنة بشترك بمعرض بضيعتنا بجوار العفص وعاملة بخصوص عيد الفصح، وهذا كله شغلة. عاملة كوكيز لعيد الفصح مع عجينة السكر، وعاملة أوريو، دونات، كلير، آيس كريم، وهالقصص هدولي. أشغال يدوية طبعاً، شغلات من الطبيعة، ومركزة أكثر شيء على شغلات عيد الفصح هلأ بما أنه موسم عيد الفصح، وحبيت شارك بهالمعرض. حبيت انه بهالمناسبه عاملين معرض انه نشارك ونعرض اشياء، مشتغلين اشياء يدويه، كروشيه وسناره، وان شاء الله يا رب دخيلك تنعاد على العالم خير وسلامه. كل سنه بنعمل معرض، بننطره من وقت لوقت، منه بنجتمع، منه بنتسلى، يسلم ايدين ابونا وكل السيدات المقيمين عليه للمعرض. اشغال يدويه كثير حلوه، وفي الشمع الحلو كتير كتير عجبني. أكيد رح هلأ نحضر نحن لعيد الفصح، رح نشتري الحلويات من هون والشمعات لأحفادنا. يهدف هذا المعرض إلى دعم المرأة السورية القادرة على الإبداع رغم كل الظروف، فهو فرصة للتعريف بالمشاريع والأعمال المميزة وتسويق المنتجات. من كنيسة مار يوسف بقرية جوار العفص بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.